بمناسبة أنه الفنانة زينب أسامة عودتني على دايرة تجمع ديال لي زارتيست، وفي نفس الوقت كان لانيفرسير ديال ميس شيماء، كنقول لها جويز انيفرسير من هذا المنبر. علاش اختاريت الكويت؟ شوفي، هو مبدئيا أنا ما كنتش في الكويت، أنا قبل كنت بدايتي كانت في المغرب، من بعد جاتني فرصة أنه نمشي لدبي، ففي البداية بديت في دبي، من بعد من دبي جاتني فرصة أحسن في الكويت ومشيت كملت في الكويت، باسكو هناك عطوني فرصة أنني نبين الموهبة ديالي أكثر. مالوغوزمون كنت كنتمنى أن هاد الفرصة تجيني هنا في المغرب، ولكن سي مالوغوزمون حنا في المغرب ما عندناش الإنتاج، ما كينتجوش، فكيضطر الفنان أنه منو لنفسه ينتج ويدير كل شيء. إمتى تشوفوني أنا جاع المغرب؟ وإن شاء الله حاليا ما كنفكرش، مي غنفكر نهار ان شاء الله ندير شي بروجي ديالي انني وقتها نرجع للمغرب. والله ما حطه في بالي حتى شي فكره انني شنو البروجي اللي ممكن ندير، ولكن لقيتها فاش كتكون عندك الامكانيات وقتها كيسهل تدير. علاش لا؟ ممكن، بما انه حكم انا كيحمقني هادشي ديال لي الميك اب وديال الفاشن، فممكن تشوفوني سوا دايره براند ديالي، ممكن. علاش الاعمال ديالي عندي اغاني مغربيه وعندي عراقيه وخليجيه، وحاليا ان شاء الله كنوجد الاغنيه المغربيه بما اننا متواجده في المغرب، ان شاء الله قريب غادي تسمعوها. هو مبدئيا انا ما كنتش غادي نجي للمغرب، ولكن الفنانه هدى سعد اللي هي اكثر من اختي، صاحبتي كان عندها ختان ديال ولدها فارس، فجيت تواجدت في الحفل وقلت علاش لا، كما كنقولوا حجه وزياره، منها نعيد مع لا فامي. دازت مزيان، بيان سور الاعياد عندنا في المغرب ماشي كما في الخليج، ما كاينش بحال الجمعه ديال لا فامي، كتكون مع لا فامي ديالك ما تسحش بالغربه، فالحمد لله داز كل شيء مزيان. بيان سور كنهديها لهدى. يقولوا في كل ما يقولوش حبيبي كيف ما انت نبغيك، قلبي اختار وما لهموش، انا عمري هديتوليك، بك نعيش وبك نحيا اجمل قصة في الدنيا، حبك قمر عليا قادر، انا بيني وبينك ما نحيا. نقول لهم ما شاء الله عليكم وشكرا على حسن التتبع، وان شاء الله انتظروا الجديد ديالي غتشوفوه عما قريب. كنقول ميرسي بزاف لوسات تي في.